في 25 من جويلية تشرق الشمس في تونس معلنة بداية يوم مميز ومختلف في تاريخ البلاد، يوم عيد الجمهورية، حين نزعت تونس عنها ثوب الملكية وقطعت مع عهد البيات وانتقلت إلى نظام الجمهوري وبناء الدولة الحديثة. أستاذ التاريخ المعاصر عبد الواحد المكني. ذكرى عيد الجمهورية مرتبط بيوم 25 جويلية 1957 داخل مؤسسة نيابية تأسيسية المجلس الحكومي التأسيسي، كان يوم تاريخي لأنه كان منتظر على الجمهورية تقريبا منذ أن تمت الدعوة للمجلس الحكومي التأسيسي وانتخاباته في 25 مارس 1956. كان معروف أنه المؤسسة البايليكية أو البيوية قايلة إلى الزوال. بعد هذا اليوم تدخل تونس مرحلة الجمهورية وتقوم بعدة إصلاحات سياسية في الإطار الجمهوري استكمال السيادة. احتفال يفخر التونسيون بإحيائه، ولكنه أصبح في السنوات الأخيرة منغصا بقتامة داخلة على تونس غريبة عن التونسيين، فقد ارتبط باغتيال سياسي هو الثاني في البلاد. فبعد اغتيال بلعيد طالت يد الإرهاب النائب محمد الإبراهيمي وهو يستعد صباح عيد الجمهورية للالتحاق بموكب الاحتفال في البرلمان. وزاد هذه القتامة غرق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إخفاقات متتالية عمقت الأزمات بعد 10 سنوات من الثورة، ما جعل التونسيين يتأففون ويحتجون، لكن خاب الظن وفق الباحث والمؤرخ سالم الحداد. الشعب التونسي يتصور على الأقل، هذا ممكن نقول انطباع الأول، أن الإسلام السياسي والنهضة بالتحديد يمكن أن يكون مثالا للنقاء والنزاهة إلى غير ذلك، لكن الإسلام السياسي وقع في أخطاء قاتلة. على رأس هذه الأخطاء الاعتقاد بأن الإسلام السياسي وجد ليبقى ثم تحول وجد ليحكم، كان سببا في وقوعهم في كثير من الأخطاء. النهضة سيطرت فصل الدولة أثناء حكمها، حاولت أن توفر الإمكانيات باعتبارها أنا ضحية من ضحايا النظام السابق وكل ضحية يجب أن أعوض، بالتالي سقوط في المقايضات ثم إسقاط حسين ثورة، تمكين تجمعين، ظهور سلفية دينية في هذا المناخ بدون شك أتت الاغتيالات. وسط هذا المشهد بين رفض شعبي وغضب وتطلع للإصلاح، كان الاحتفال صباح 25 من جويلية 2021 بعيد الجمهورية باهتا لتأتي مساء ذات اليوم التدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية معلنة عن القطع مع الإخفاق السياسي والفوضى في البرلمان والأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تناغم مع مطالب التحركات الاحتجاجية. القرار الأول تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، القرار الثالث تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، وستصدر جملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس وحتى ننقذ الدولة وحتى ننقذ المجتمع. منعطف حاسم في تاريخ البلاد يصفه الباحث والمؤرخ سالم الحداد بالحركة التصحيحية التي تستعيد الدولة وترتكز على ثقة الشعب. دولة قام به قيس سعيد هو أنه استرجع الدولة من الدويلات. الحكم في تونس كان إلى حد ما مقسم، لأن الدولة اهترعت، الدولة ضاعت، بالتالي مثل إلى حد ما وحدة أو مركزية السلطة بدون شك. الأساليب هي محل نقاش، ولكن يقر بها الدستور، وكانت هناك محاولات لتفجير الوضع. الشعب التونسي هو تمس في لقمة عيشه وتمس في خبزه، ومع ذلك لم يتحرك كحركة جماهيرية. الشعب التونسي هذه الثقة ليست سهلة، لأن هو اعتبار من الماضي. وينبني مسار 25 من جويلية على عديد الإصلاحات على مستوى التشريعات في انتظار صدور قوانين لا يكتمل الإصلاح إلا باستكمالها، وفق ما يوضحه أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري. 25 جويلية 2021 تم أعلان التدابير الاستثنائية على أساس فصل 80 من الدستور 2014. منذ ذلك الوقت مسار دستوري جديد بالاستشارة الإلكترونية، ثم جاء مشروع الدستور فيما بعد تم عرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022، وعلى ضوء تم سن الدستور الجديد دستور 25 جويلية 2022 تم خيارات جديدة. من أهم الأشياء تم تنقيح القانون الانتخابي، تم سن مرسوم يتعلق بالانتخابات أساسا الانتخابات التشريعية اللي كرس الانتخاب على الأفراد، ثم كرس جملة من الصلاحيات الجديدة حتى على مستوى
مستوى السلطات، ما بقاش نحكيه على سلطات في دستور 2022 ولينا نحكيه على وظائف. ثم على مستوى المرسوم الانتخابي نفس الشيء، تم تكريس الاقتراع على الأفراد بالنسبة للانتخابات التشريعية اللي هو بطبيعة الحال أنجلنا المجلس النيابي الحالي. نفس الشيء في 2022 تم اتخاذ جملة من المراسم مهمة جدا، لأنها أول حاجة المرسوم مدى 9 قام بحل المجلس البلدية. كل هذه التغيرات الحقيقة ما نجموش نحكم عليها بصورة كاملة اليوم، باعتبار أنه المسار مازال ما اكتملش، باعتبار أنه الخيارات هذه خيارات ما هيش الحقيقة مألوفة للسياسيين أو حتى للمختصين في القانون في تونس. هناك العديد من النصوص لابد من اتخاذها، وهناك العديد من القوانين الأساسية خاصة التي لابد من اتخاذها. ومثلما لقيت قرارات رئيس قيس سعيد الترحابة والدعم والاستبشار من عديد التونسيين، فإنها قوبلت باستنكار بعضهم بل باعتبارها انقلابا على الشرعية، ولكن رئيس الجمهورية يؤكد التزامه دائما بالشرعية تدعمها المشروعية. هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق العمل به حالا. هذا يوم تاريخي، هو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، فتحتم آفاقا غير محدودة، وصححنا معا مسار الثورة ومسار التاريخ. لم تكن الطريق معبدة، بل كانت كل الأوضاع معقدة، ولكن قضية العدل الاجتماعي هي التي تقتضي العناية في المقام الأولي. فإلى العمل وإلى الأمل. وفي طريق التأسيس لمسار جديد، يبقى الأهم إعلاء قيمة العمل وضمان الحريات واستقلالية القضاء والحفاظ على المكاسب ودعمها نحو إصلاح حقيقي جوهره إصلاح اقتصادي يرافق السياسي. الخبير الاقتصادي ياسين بن إسماعيل. الناحية الاقتصادية والاجتماعية يبدو أن الإشكالات المرحلة العشرية السابقة أو عهد بن علي نفسها حتى بعد عامين على مرور مسار 25 جويلية ما زالت الإشكالات المعوقات قائمة تتفاقم من يوم إلى يوم. السبب الأول تشوية اللي صار على مستوى التشريع على البنك المركزي، عدم إمكانية البنك المركزي أن يمول الدولة مباشرة، وثانية في سنة 2012 تخلق ما يسمى بنظام صرف موازي. هذا من الإشكالات اللي هما تحت توصيات صندوق النقد الدولي لمديونية الدولة تفاقمت. رئيس الجمهورية يقول لا يمكن أن يكون إصلاح إلا بزوز خطوط حمر، الإصلاح يراعي العدالة الاجتماعية، والثاني أن يراعي السيادة الوطنية. والجمهورية في تونس ليست فقط جوهرا وفكرة، بل نموذجا ومطمحا متجددا نحو اكتمال بناء الدولة المدنية الديمقراطية. أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري. فكرة الجمهورية في تونس هي فكرة مترسخة في الضمير الجمعي قبل كل شيء متاع التوانسة، وحتى في التاريخ الدستوري والسياسي التونسي. وأكبر دليل على ذلك أنه حتى لما صارت الثورة في تونس والمجلس الوطني تأسيس في وقت من الأوقات قال أنه مش ينطلق ورقة بيضاء في كتابة الدستور 2014، لم يتجرأ أحد على وضع الجمهورية موضع شك. نفس الشيء دستور 2022 أكد على أن تونس دولة جمهورية وهي مكسب للتونسيين والتونسيات لا تنازل عن الجمهورية. صحيح أن الجمهورية في عديد مكونات، فيها مبدأ الفصل بين السلط، فيها احترام الحقوق والحريات، فيها الديمقراطية، فيها مدنية الدولة، فيها استقلال القضاء، كلها مكونات أساسية وجوهرية. أمل متاعنا في تونس أنه يكون عندنا جمهورية مدنية ديمقراطية. فالخامس والعشرين من جويليا يبقى بين موعد عيد الجمهورية والتوجه نحو الجمهورية الجديدة محطة فارقة في تاريخ تونس الزاخر، فيه ينكسر القيد ولابد للحرية أن تكتمل للشعب تماما كالنسر فوق القمة الشماء.